مشاهدينا، وحول هذا الموضوع انضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الله الغانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بك، وسعداء جدا في تواجدك في نشرة التاسعة مساء. أهلا وسهلا بك. بداية دكتور عبد الله، يعني مؤتمر القمة الثاني للحوار والتعاون الآسيوي الذي تأسس بمبادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يعني أقر إنشاء سكرتارية دائمة دكتور عبد الله لحوار التعاون الآسيوي ومقرها أيضا دولة الكويت، يعني كيف ترى هذا الإنجاز؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإنجاز اللي يتمثل في قضية إقامة السكرتارية الدائمة أعتقد هو إنجاز جيد جدا، لأن أنا أتذكر أني كانت لي مشاركة أيضا في ورقة علمية قدمتها إلى المؤتمر الأول اللي عقد في الكويت في عام 2012، مؤتمر الأسيوي، مؤتمر الحوار الأسيوي. نعم. وبينت فيه يعني ما هي الإشكالات أو ما هي السلبيات والإيجابيات اللي تعيق مثل هذا المنتدى من التطور أو تدفع إلى التطور. فكانت من الإيجابيات الجيدة في هذا المؤتمر أنه كان منتدى بالأحرى هو يعقد بشكل سنوي، يعني كان هناك يعني نوع من التواصل وعدم انقطاع لفترة 10 سنوات، ما انقطع هذا المؤتمر، وبالتالي يدل على أن هناك حماسة لدى دول القارة في تطوير التعاون فيما بينهم. لكن السلبية التي كانت موجودة وحقيقة تطرق إليها سمو الأمير حفظه الله أن كثير من المشاورات التي تمت في هذه المؤتمرات أو هذه المنتديات لم تفعل أو لم ترى النور على أرض الواقع. لذلك كان أيضا من بعض الاقتراحات اللي أنا قدمتها وهي تتطابق أيضا مع اقتراحات آخرين ربما، هي أن لابد أن يكون عندنا تصور جديد لهذا المؤتمر أو لهذا المنتدى، يحول إلى تنظيم مؤسسي أفضل أو أعلى، يتمثل مثلا في أن يتحول المنتدى إلى منظمة أو تكون لها يعني استمرارية، وهذه المنظمة يعني أيضا يكون من ضمنها أن تتحول الاجتماعات الوزارية في إلى اجتماعات على مستوى القمة مثل ما هو موجود اليوم. لماذا؟ لأن هذا سوف يعطيها إمكانية عندما يجتمع القادة أنهم يقرون الأمور بشكل حاسم أفضل وتكون لهم مصداقية. هذا أمر ثاني حقيقة أنا أشوفه أيضا، المؤتمر هذا أو هذا المنتدى لكي يتطور لابد من إعادة صياغة البنود الأساسية أو ما نسميه بمذكرة التفاهم بين هذه الدول، ووضع قواعد جديدة تتناسب مع تحويلها إلى منظمة دائمة. والمنظمة الدائمة هذه أيضا يمكن أن تنجح أفضل وأفضل إذا أوجدنا لها آلية لحل الإشكالات، لأن جزء كبير جدا من إعاقة أعمال المنتديات أو تطور هذا المنتدى وجود كثير من المشاكل بين دول القارة. يعني مشاكل في منطقة سبراتلي في شرق في بحر الصين، أو كذلك المشاكل الموجودة بين كوريا الشمالية ودول الجوار، مشاكل موجودة في الخليج العربي، هذه كلها مشاكل لو أوجدنا آلية يعني تترافق مع قضية هذا المؤتمر، هذا المنتدى اللي يفترض انه يعني نطوره الى مؤسسه عاليه المستوى كمنظمه، اعتقد هذا الشيء يكون جديد. من هذا المنطلق انا اشوف ان قضيه اقامه سكرتاريه دائمه هي خطوه اولى قد تمهد الطريق الى يعني استمراريه افضل لهذا المنتدى، ويتحول الى عمل مؤسسي منظم واضح القواعد، ويقرب التعاون بين دول القاره افضل مما هو قائم اليوم. مثل ما شفنا يعني الامير تكلم وبكل صراحه حقيقه قال انه غير راضي على الانجازات اللي تمت، وهي نعم. انجازات متواضعه. بما يتعلق بالتوصيات، هناك توصيات كثيره في خلال هذا نعم. المؤتمر، يعني اوصى المؤتمر بتاسيس صندوق يدعم المشاريع الانميه، يعني كيف ينعكس دكتور عبد الله ذلك على المساهمه في جعل اسيا محورا بارزا في التجاره العالميه؟ طبعا هذا الصندوق الذي تم انشاؤه هو يندرج تحت احد هدفين رئيسيين لهذا المؤتمر او هذا المنتدى. المنتدى يهدف بالدرجه الاولى الى تعميق الحوار بين دول القاره، والامر الثاني هو تعميق المشاريع او تطوير المشاريع المشتركه. انشاء هذا الصندوق التنموي هو يصب بالمرحله او بالهدف الثاني، وهو تعميق المشاركه او المشاريع المشتركه بين هذه الدول. ولذلك لما الامير يعني وضع ما يقول ان البذره التعاون وتطوير المشاريع المشتركه، وتم التبرع ب 300 مليون دولار من قبل الكويت على ان يتم استكمال التعهدات لتصل الى 2 مليار من قبل الدول التي تعهدت في المؤتمر السابق الذي تم بالكويت. لكن احنا نستطيع ان نقول ان
إذا كنا إحنا وضعنا البذرة أو سمو الأمير حفظ الله وضع البذرة، فإن تنميتها أيضا تقع على كاهل الدول الأخرى التي إذا كانت تريد أن يتطور عمل المنتدى إلى مستويات أفضل. نعم دكتور عبد الله، يعني ما تعليقك على تأكيد سمو الأمير حفظه الله ورعاه أن الجميع مطالب بالدفاع عن المواثيق والأعراف الدولية، وتأكيد سموه في هذا الخصوص على قانون جاستاي الذي يشكل خرقا واختلالا بتلك القواعد؟ بالتأكيد، يعني قانون جاستاي للأسف الشديد يحول المحاكم المحلية الموجودة في الولايات المتحدة ويعطيها صفة دولية بحيث أنها تستطيع أن تحاكم دول أخرى. وكيف تخرج سلطة المحاكم المحلية عن سيادتها القومية إلى أن تكون لها سيادة دولية؟ لذلك كان الأمر واضحا أن لكل دولة يجب أن تحترم ثلاثة أمور: تحترم المواثيق الدولية التي وقعت عليها وهي احترام السيادات، الأمر الثاني أن لا يكون هناك تشابك ما بين عمل المنظمات الدولية أو المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحاكم المحلية، الأمر الثالث أن مثل هذه القوانين قد تكون لها ردة فعل أيضا عند الدول الأخرى، ويتم استخراج أو يعني تشريع قانون مثيل بجاستا وتبدأ العملية بالدخول في حالة من الريفنج أو حالة من الانتقام المتبادل، وبالتالي تصبح العملية في فوضى عارمة للأسف الشديد. دكتور عبد الله، لنذهب إلى زيارة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى سلطنة بروناي دار السلام، يعني ما أهمية هذا البلد في رؤية سموه رعاه الله نحو التوجه شرقا؟ بالتأكيد قضية التوجه شرقا هي قضية يعني ليست بجديدة، وإنما تنطلق من الثقل السياسي والثقل الاقتصادي الذي تمثل قارة آسيا أو الشرق مثل ما يقول. يعني قارة آسيا توجد فيها مركزين رئيسيين لصنع القرار السياسي يتمثل في روسيا والصين ودورهم في مجلس الأمن الدولي. كذلك هناك دول كبرى مثل الصين أيضا ذو اقتصاد كبير جدا، ثانية على مستوى العالم، واليابان الثالثة على مستوى العالم. لذلك كان التوجه إلى الشرق قضية رئيسية يعني حتمية. فيما يتعلق بقضية بروناي، أعتقد بروناي يعني علاقاتنا معها بدأت منذ عام 1990، وهي في طو يعني هناك تطوير فيما بين الطرفين، خاصة ونحن نتفق معهم في قضية الاقتصاد لأنهم يعتمدون على الجانب الاقتصادي المتمثل في أنها دولة نفطية ونحن أيضا دولة نفطية. لذلك جاءت أيضا الاتفاقيات تصب في هذا المجال، في يعني في هناك 6 اتفاقيات تتعلق بالتعليم، تتعلق بالتمويل، تتعلق في قضية الاستثمار المتبادل. هذه الأمور كلها يعني ستساهم بإذن الله تعالى في تطوير العلاقة بيننا وبينهم، لكن في نهاية المطاف احنا نقول ان هذه رؤية ليست محددة فقط في بروناي، لكن رؤية سمو الأمير يعني تدور وتحاول تحتضن كل ما يمكن ان يخدم الكويت بإذن الله تعالى. الدكتور عبد الله الغانم، استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواجدك في الاستديو. أهلا وسهلا. شكرا.